ما قلت لي انت صار لك زمان تشتغل هون؟ اجري خلاص حاجه بقى بس مو هيك؟ بس؟ ايه خلص حاضر. مرحبا روحي. لك لا بكركر بكركر. لا هو 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 وين راي؟ هي ما حبيتها منك. طاول 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 طاول. في عنا موعد احنا مع المدام ميرنا النجمه على البيسين. وين؟ على البيسين. ايه تفضلوا. ايه معلم ما قلت لي انت صار لك زمان تشتغل هون؟ تفضلي تفضلي. عن جد شو قصة رح تشتغل هون؟ ما صار شيء والله ما صار شيء. انا بس بدي اسال سؤال. انا ايش صار فيك انت بتعرف؟ الله يعطيك العافية. حبيته وخدمه. بونجور. أهلا. يا هلا وغلا. استاذه ميرنا شلونك حبيبتي؟ طبعا احنا صحفيين جايين من مجلة الشرق الأوسط وياك مريم وهو المصور العالمي قدري. ايه بس انا وياكم مش متفقين على موعد. ايه بصراحه تعرفيني يعني انا ودي اشوف وجهك الحلو، كنت متشوقه وفي نفس الوقت انا سمعت انك تبين تقولين شيء حق الجمهور حصري، فاذا ممكن الكلام اللي تبين تقولينه تعالي قولي لي اياه. طيب انا ما عندي مشكله، تفضلي. حبيبتي مشكوره. طيب حبيبتي فينا نبلش الحين؟ بس انت لو بتوقف تصوير، انه انا ما بحب الصور المفاجئه. بعدين انا عندي صور جاهزه اذا بدك بعطيك اياهم. لا روحي لا، نحن بدنا صور فريش. الجمهور بحب يشوفك هيك على طبيعتك عفويه كثير كثير كثير، يعني وانت تصرفي كانه نحن ما لنا موجودين. ساوي اللي بدك اياه. لسه اذا بتنكشي شعرك وبتنكشي قفشك بيكون احسن. شو قفشك؟ قفشك شو قفشك؟ ما قفشك. مجنون هيدا. لا 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 بالعكس مالت عليه، يعني هو مجنون هو كلش. بس انت يا حبيبتي ممكن نبلش السؤال؟ حكي انفك حكي انفك. مجنون خالص هيدا. شو انفي ما انفي؟ انت شو بيك؟ ادري بس خلاص. بيمزح دمه ثقيل، دمه خفيف ما شاء الله وايد. حبيبتي خلينا نبلش اول سؤال. انزين يلا مدام ميرنا، بالاواني الاخيره سمعنا ان في مجله نشرت موضوع انك كان تشهير اكثر من انه يكون مقال، هل هذا صحيح؟ لا هيدا الحكي منه صحيح. يعني اشاعه؟ حتى منا اشاعه، القصه مزبوطه 100%، بس مش انا المقصوده. لكان من مقصود؟ شوفي اذا قلتي الاسم ترى هذا تشهير لإلها. بدي اقول اسمها لانه العالم لازم تعرف حقيقتها. طيب لكان مين؟ سجلي عندك ميديا أسرب. يما على الله.